بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب بكل ساده مشاهدي بي ان سي فود في كل مكان. حلقه جديده ان شاء الله من برنامجكم المطعم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم اللازانيا. ازاي تقدري تعمليها؟ مش شرط تعمليها اللي هي الطبقات، لا هنعملها رول، هتبقى شكلها حلو قوي، وهنلفها وهنبدا نحط، لان في ناس كتير ما بيبقاش متوفر عندها الكانيلوني، فتقدري انت تعمليها باللازانيا بطريقه سهله جدا. وعندي النهارده الجبنه الحلومي، هنعملها كتير قوي من اخواتنا السوريين فاتحين دلوقتي. هتلاقي الجبنه الحلومي متوفره في كل مكان دلوقتي في مصر، تقدري تجيبيها وتعملي منها نوع سلطه حلو جدا هنشوفه مع بعض. عندي النهارده فراخ هنستمتع بيها بصوص المستردة. فراخ عامه لما تضاف لها اي صوصات هنعمل لها صوص محترم جدا، صوص المستردة، فان شاء الله تعجبكم قوي. نركز مع بعض في اللازانيا عشان نطلع ان شاء الله حاجه طعمها حلو جدا. اول حاجه عندي في اللازانيا رول، بجيب عندي طبقات اللازانيا وهنبدا ان احنا نسلقها في ميه سخنه بزيت، وبعد كده نبدا ان احنا نعمل لها الحشو اللي هو الوايت صوص بتاعها، وهنعمل لها اللحمه المفرومه المعصجه بالصوص الاحمر. هستنى اسئلتكم واستفساراتكم على ارقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. تعالوا يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا اول حاجه كده نعمل ايه؟ نحط شويه زيت زيتون عشان نبدا ان احنا نعمل اللازانيا. المقادير بتاعتنا موجوده: لحمه مفرومه، بصلايه، عودين كرفس، ولو في بلدي مفيش مشكله، عندي ريحان مفروم، شوربه، طماطم مبشوره، صلصه طماطم، ثوم مفروم، بابريكا، شويه بهارات، وملح وفلفل. دي شرايح اللازانيا اللي احنا هنجيبها ونبدا اللي احنا نسلقها. في حوارين اتنين للازانيا. الوايت صوص، طيب الصوص الابيض: 4 معالق من الدقيق، 3 معالق من الزبده، لتر من اللبن، 1/4 لتر من كريمه الطهي، اطعمها اديها طعم حلو قوي، جبنه كريمي ساده حوالي 1/4 كوبايه او 2 معلقة كبار، ملح وفلفل ابيض، وللوجه جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. طيب بصوا، دي شرايح اللازانيا، عندي حلين اتنين ليها. في ناس بتجيب البايركس على طول وتبدا اللي هي ترصها كده، تحط الصوص الاحمر تحت او الصوص الابيض وتبدا ترص اللازانيا كده شرايح، وبعد كده تبدا تعمل الطبقات بتاعتها وهي ناشفه. بس في حاجه، لازم الصوص الابيض يكون سايب شويه، يعني لو نحط 3 معالق دقيق مع 4 معالق دقيق مع 3 معالق زبده، هنخليهم 2 دقيق و2 زبده ولتر لبن، الصوص يبقى انسيابي. ليه؟ عشان يسوي معايا المكرونه ديت. تاني حاجه، لما نيجي نعملها وهي ناشفه كده من غير ما نسلقها، لازم حضرتك تسيبيها في البايركس مش اقل من ساعه في الثلاجه، وبعد كده تبداي اللي انت تسويها. طيب في حل تاني، في حل تاني، ميه سخنه عندي على النار، بجيبها واحط فيها شويه من الملح، ونحط فيها شويه زيت ذره، ونبدا نسقط اللازانيا زي ما انا هعملها كده بالظبط، شريحه جنب بعض كده. ليه عملت كده؟ لان لو انا حطيتهم الشيتات كلها مع بعضيها هتعجب مني وهتلزق في بعض، فانا مش عايزها تلزق معايا خالص. تمام يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ام عبد الله، الله يخليك يا رب، تسلمي. عامل ايه؟ كله تمام والله في نعمه. الحمد لله والله في نعمه. ربنا يخليك. اموريني يا ام عبد الله. كنت عايزه بس طريقه البيتزا. البيتزا حاضر، من عينيا الاثنين، تحت امرك، هنزلها لحضرتك دلوقتي. بص ادي عندي اللي انا هبدا اعمل الحشو بتاعنا. هنزل عندي البصل يبدا ان احنا نشوحه مع بعض. طيب اللازانيا عندي مش هتاخد سوا كتير، دي ميه حاططها بتلج، ادي الميه بتلج. طب ليه حاطط ميه بتلج؟ عشان تمسك اللازانيا معايا بعد ما اسلقها، بتطلع عندي بالشكل اللي انت شايفاه ده، تمام، ماسكه نفسيها. لكن لو انا حطيتها على طول وبدات ان انا ارصها، الميه السخنه هتعمل ايه؟ هتخليها تعجن مني. فدي افضل حاجه، اللي انت بعد ما تسلقي عندك اللازانيا تحطيها عندك في ميه فيها تلج بالظبط، هي 3 دقائق وتبدا اللي احنا نشيلها. بصي مفيش حاجه، كل واحده بعيده عن الثانيه خالص اهيت عشان تظبط معايا الدنيا. طيب فاضل لها 2 دقيقة. تعالوا بقى على ما اللازانيا تستوي، هجيب عندي عودين كرفس وافرمهم فرم ناعم، ونبدا نحطهم فين؟ على البصل، عشان اعمل شويه لحمه مفرومه محترمين.
وعندك الكرفس البلدي بقى موجود، هتلاقي العود بتاعه رفيع، وعلى فكره النكهه بتاعته بتبقى اقوى من ده. يعني انت تستخدمي الكرفس البلدي بتاعنا حلو قوي. فرمنا الكرفس بتاعنا، هنبدا نروح فين؟ عندي على البصل، ونبدا ان احنا نشوحه مع بعض. نروح عندي على اللازانيا، خلاص عدت عليها الوقت بتاعها، هبدا ان انا اطلعها اهيت ونحطها عندي في الميه بالثلج بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نشيل دي بقى خلاص، ونبدا على طول نشتغل. عايزه تخزنيها في الفريزر؟ ممكن تخزنيها في الفريزر على فكره، يعني ممكن تعملي طبقات منها، طبقات من اللازانيا بتاعتك، بس من كل واحده وواحده تعمليها زي ما انا عاملها كده بالظبط، وتحطيها في اطباق فوم وتخزنيها في الفريزر عندك. من كل واحده وواحده تحطي اطباق هي اكياس اللي هي الثلاجه، تفرديها وتبداي اللي انت تغطيها وتحطها عندك في الفريزر، تطلعيها في اي وقت وتشتغلي منها. ادي البصل بدا اللي هو يتشوح معايا وياخد التشويحه بتاعته الجميله. انزل عندي بالريحان، ريحان مفروم. بعد كده عندي اللحمه المفرومه المعصجه، هجيب عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وببدا اللي انا احطها عندي على البصل، وكله بقى يعيش حياته معاه بعضه. في طماطم انا جبت حوالي طماطمتين مبشورين، جبت طماطم وبدات ان انا ابشرها كويس جدا، والصلصه والبهار. حط عندي التوم كده، فصيني اتنين توم مفرومين مع البصل. تمام التمام. نجيب بقى عندي حل عشان نعمل الوايت صوص. ازاي بنعمله؟ الصوص الابيض، حط حل عندي على النار، حط عندي لتر لبن بدفيه. كل ما يكون اللبن دافي للصوص البشاميل او الصوص اللي عايزين نعمله كل ما يكون افضل. اول حاجه ما بيخليش الحاجه تعمل كتل وتلاقي الصوص عندك انسيابي ولونه حلو. فاللبن اول حاجه لازم اللي انا ادفيه الاول، اول ما اعمل او اشتغل في اللازانيا. حته لحمه بلدي كده اجيبها وابدا ان انا اعصجها مع الكرفس والريحان، هيدوني طعم حلو. لسه الريحان ده طعمه مش هيبان دلوقتي بقى الا في الطعم. وهنبدا نديلها بشر الطماطم وصلصه الطماطم. طيب نخش على الصوص الابيض. عندي زبده ابدا احطها عندي، واجيب معلقه عشان ابدا اخد عندي الدقيق. هو المشكله عندنا لما نيجي نعمل الصوص الابيض اللي احنا بنصبرش شويه او بنصبر على موضوع الدقيق، بننزل على طول الزبده والدقيق وبعد كده اللبن. لازم اول حاجه تخلي الدقيق ده يتحمص كويس قوي مع الزبده. مضرب سيليكون كده، هبدا ان انا احمص الدقيق كويس قوي. لو عايز تديله نص او ربع مكعب مرق مفيش مشكله. الصوص الابيض بقى عشان ما يفقدش اللون بتاعه تديله افضل حاجه فلفل ابيض، بلاش فلفل اسمر. الفلفل الاسمر بيغمق اللون بتاع الصوص، لكن لما نيجي بنشوفه بناكل بره ولا حاجه بنلاقي الصوص ابيض قوي، ما بيتحطش عليه فلفل اسمر، ده احسن حاجه طبعا. ادي الدقيق مع الزبده، اصبر عليهم شويه. اللحمه مع البصل مع الكرفس مع الريحان عاملين شغل عالي هنا قوي،
نروح عندي على الطماطم عندي المبشورة. لازم اتاكد ان مفيش اي حاجه حمراء خالص في اللحمه، وبعد كده نحط افضل الطماطم عندي. خلاص كده استوى عندي الدقيق، خلاص هبدا انزل عندي باللتر من اللبن. تمام. وبعد كده عندي ايه بقى يا عم سمير؟ عندي كريم الطهي تخلي طعمها حلو قوي. ونقلب. طيب يديني طعم افضل الجبنه الكريمي تحفه، او جبنه مكعبات على فكره، جبنه المكعبات او جبنه مثلثات برضو، اضربيها كده بالشوكه وبعد كده خديها اهيت، ادي الجبنه الكريمي تدي طعم حلو جدا للصوص بتاعنا. اقلب يا باشا عندي، وادي الملح وسنه فلفل ابيض. بسم الله. تمام. ولا هيكتل مني ولا اي حاجه، وهيظبط معايا الدنيا وهيبقى زي الفل. نرجع بقى هنا للحمه المفرومه. خلاص هبدا ان انا احط عندي الطماطم، احط عندي معلقتين اتنين الصلصه، صلصه طماطم. وبعد كده ابدا انزل عندي بشويه شوربه واسيبها بقى على النار لحد ما تبدا اللي هي تاثر معايا، الصوص ياثر معايا يعني يتقل معايا، مع شويه بابريكا صغيرين مع شويه بهار، وادي الفلفل الاسمر، وادي ايه الملح. سيب يا باشا على كله على النار لحد ما يبدا اللي احنا يتسبك معايا كويس. ونبدا اللي احنا بقى نحط عندي الصوص الابيض اهوت كده خلاص، واللحمه المفرومه عندي جاهزه، واللازانيا عندي خلاص استلقت معايا تمام زي الفل. هو ده انا شاطر فيه. البرز البسمتي، رز البسمتي عشان تطلعيه حلو ولونه حلو في نفس الوقت يطلع مفلفل وبيساعد على عمليه السوى، معلقتين الخل. جربي كده وانت بتسوي الرز البسمتي، اديله معلقتين خل هتلاقيه طعمه اختلف تماما. عندي حله على النار، الرز ده عاملها للفراخ، فعشان بس يلحق يستوي معايا هعلق عليه دلوقتي. الصوص عندي خلاص بدا اهو هيتقل معايا، هعلق عليه النار شويه. وهنا الصوص بتاعنا قريب شويه للبولونيزا، هبدا ان انا اسيبه عندي ياثر على النار لحد ما يتسبك، ونبدا ان احنا نحشي اللازانيا، لكن بعد الفاصل. طيب تعالوا نرجع تاني ونشوف عندي الصوص بعد ما قصر معايا، وصوص البشاميل اللي جاهز عندي، عشان كده طولنا في فصل على ما ايه على ما الحاجه دي استوت معايا كويس، عشان نبدا على طول نبدا نحشي بيها ونبدا نظبطها. طيب تعالوا بقى نشوف عندي، ادي الصوص بتاعنا صوص الابيض خلاص تقل معايا بقى زي الفل. ونروح فين على الرز البسمتي؟ هنعلق على كذا حاجه كده عندنا عشان الوقت بس. الرز البسمتي زي ما اتفقنا هو سهل جدا، الرز الابيض شويه زيت ذره، والزيت ده له فايده كبيره قوي في موضوع الرز عشان ما يعجنش مني ويبقى مفلفل معايا، فالزيت ده مهم قوي اللي انت تحطيه للرز بتاعنا. بعد كده عندي ميه سخنه هبدا اللي انا شغال عندي في الكاتل، ريحه الصوص الاحمر بقى مش عايز اقول لك الريحه عامله ازاي.
بدأ كله يتبخر اهوت عشان نبدأ نحشي بيه اللازانيا بتاعتنا. والوايت صوص جاهز عندي. هو ده الكلام، شيله بقى هنا كده. عشان نبدأ نحشي بيه. يا ملك ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك يا لوكا؟ الحمد لله. مأمورين يا حبيبتي؟ لا بس كنت برن عليك بس عشانك. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يعزك يا رب. تسلمي. سلميني على بابا وماما اللي عندك وجدعاني في الدراسة كده، وإن شاء الله تبقي أشطر واحدة. إن شاء الله. شكرا يا لوكا، شكرا يا حبيبتي. مع السلامة. هحط عندي شوية زيت ونبدأ إن احنا نحور عندي الرز. هحط عندي شوية ملح صغيرين. ده اللي أنا هقدم الرز ده مع الفراخ بصوص المستردة بتاعتنا. بعد كده أجيب عندي المية السخنة. كده تمام. مع شوية خل. حوالي معلقتين خل تساعد على ميه السوى، بيدي طعم حلو جدا. حتى الرز الصيني من ضمن الحاجات اللي هم السوشي اللي احنا لما نيجي ناكله لازم بنلاقي في الرز ايه، في وخصوصا لو خل رز، يعني انت لو عندي خل رز ضيفيه على الرز ده هيدي طعم حلو، لو ما فيش خل عادي. كلنا طبعا عارفين السوشي لازم يتحط عليه الخل الابيض او خل الرز عشان يدي الطعم الحلو بتاعه، وهو بيبقى زي الروزيتو كده بيبقى معجن شويه. يا أستاذة أسماء. ألو. أيوه. إزي حضرتك يا شيخ؟ إزيك عاملة إيه؟ كله تمام؟ حضرتك منور الشاشة. ربنا يخليك، شكراً. بقول لحضرتك الكروسون اللي حضرتك عملته إمبارح. أنا ما عنديش ميزان إن أنا أوزن السكر واللبن. تمام. أعمله مثلاً بالكوبايات مثلاً؟ بالكوباية. خش على الصفحة بتاعتنا هتلاقي إحنا عاملين موضوع حلو أوي هيعجبك. المعيار بتاع كل حاجه. حتى كان محمد ابراهيم الشيف، محمد ابراهيم كان من فتره كده كان منزل موضوع المعيار ده، عجبني قوي البوست ده بصراحه. موفر عليكم حاجات كتير. موضوع المعيار اللي هو الكوب الدقيق بيبقى قد ايه جرام، الكوب الملي بيبقى قد ايه جرام من او بالكوب، يعني بالكوب وبالجرام. عامل لك المعايير دي كلها موجوده عندنا على الصفحه، هتعملي سيرش عليها وهتلاقيها موجوده. كل حاجة، المعالق والكوبايات، كل الكلام ده هتلاقيه موجود عندنا في البوست ده. خشي وهتلاقيه. هيوفر عليكي حاجات كتير جدا. آدي اللحمة المفرومة خلاص أهي اتعصجت معايا تمام. يا مدام ليلى. أيوه. أيوه يا فندم. مساء الفل. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا مدام ليلى؟ الحمد لله مستمتعين بأكلاتك ووصفاتك. الله يعزك يا رب. تسلمي. شيف حضرتك فاكر حلقة البوشيه؟ أيوة. احنا استعملنا قطاعة. أيوة. وبعدين حضرتك القطاعة التانية كانت أصغر منها بالظبط. أصغر منها، وبعدين حضرتك عملت بالبيض وحطيت واحدة في المقاس الأولاني، يعني أنا مش فاهمة الحتة دي بالظبط. أنا أول حاجة جبت القطاعة، القطاعة مقاس واحد. وقطعت اتنين تمام؟ جيت أو على أول واحدة وقمت دهنها، التانية بقى فرغت، جبت قطعة أصغر وفرغتها من النص، وبعد كده خدتها على اللي فوق. يعني حضرتك اللي اتحطت عليها فوق أصغر منها؟ مش أصغر، نفس المقاس، بس فرغتها من جوه بقطعة أصغر. بقطعة أصغر منها. بالظبط. يعني هما اتنين مقاسين، الاتنين فوق بعض مقاس واحد، لكن المقاس اللي فوق أصغرته بقطعة أصغر بس. تمام. تمام. طب سؤال تاني يا شيخ. اتفضلي يا فندم. الكيش لورين انا عملته بس حط يعني العجينه واللاباراي ده حطيته كله مع بعضه من غير ما تسوي يعني. بص ما لو ما عملتش الاول 10 دقايق او 5 دقايق. حلو. الفرق ايه؟ هقول لك بقى، انت عملتها فورمه كبيره ولا فورمه صغيره؟ اللي هي فورمه مين اللي عملتها؟ انا عملت في طرط كبير. لا طرط كبير لازم يتساوى الاول 50% سوا. لان هياخد تسويه، لكن لو طرطات صغيره اللي هي الميني طرطلات اللي انا عندي دي عادي مفيش مشكله، ممكن يستوي اللاباراي مع كل حاجه مع بعضيها في الفرن مفيش مشكله. تمام. فاهمه ازاي؟
لكن لو طرت كبير لازم يستوي الاول وتحطي فويل الاول في اي نوع من انواع البقوليات وتسويه 50% تطلعيه وتبداي تعملي مراحل الكيش لورين عادي جدا. شكرا لحضرتك يا ست الكل. ادي الصوص بتاعنا يا باشا كله تمام. الرز عندي اول غلوه تقومي ايه عامله ايه مهديه النار عليها. طيب ايه تاني عندي في الفراخ؟ عندي ايه بقى فراخ بصوص المستردة هتعجبك قوي. شويه ملح، بجيب ثلاث صدور كده ولا حاجه، شويه فلفل صغيرين، وبعد كده عندي ميه بصل، معلقه هريسه طماطم او هريسه حاره او دبس فلفليه، عصير ليمونه، شويه بهار، عينا على الجمال، شويه زيت ذره. الخلطه دي مع بعضها او التتبيله ديت سيبيها في التتبيله لمده ساعه او ساعتين عندي في الثلاجه. اللي مش عايز هريسه ما يحطش هريسه، سهله جدا وبسيطه يعني. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هظبط كده واظبط حاجتي ويبقى عندنا الصوص المستردة. تعالوا نكتب المقادير بتاعتنا بتاعت الفراخ وبعد كده نرجع لكم تاني. ادي المقادير اهيت كل حاجه قدامكم، يا ريت نكتبها على ما اجيب البايركس اللي هعمل فيه اللازانيا. الفراخ عندي زي ما اتفقنا اتحطت، هتحط في التتبيله ساعتين اتنين ونيه نركنها شويه في الثلاجه. تعال نركب مع بعض ايه طبق اللازانيا. خلاص انا بحب اخد كل حاجه تاخد حقها، يعني ما بحبش اقلب اللحمه عندي. بص اصلا ريحتها بقى مش عايز اقول لك، والطعم خيالي اللي فيها ده. بص في صوص، ما فيش صوص خلاص اهيت. لما اجي اعملها كده مش هتلاقي في صوص هنا، تعرفي اللي هي استوت واثرت معايا تمام التمام. ممكن تجيبي فحمايه وتطفيها بيها، هتلاقي الموضوع ظريف جدا. طيب نحطها هنا على النار ونجيب دي هنا بقى عندنا عشان نبدا اللي احنا نركب مع بعض البايركس بتاعنا. يا استاذ اسراء. الو. ايوه يا فندم. شيف. ازيك يا استاذ اسراء؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. معلش يا شيف، عايزه اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. هو طريقه عمل البشاميل. طريقه عمل البشاميل؟ حاضر هقولها لك تاني. بس عايزاها ضروري. من عينيا الاثنين، هعيدها تاني. حاضر. شكرا ليك. هاخد بقى لحمه اللي انا عصقتها دي. جبنه موتزاريلا. جبنه شيدر. حلو الكلام، ونبدا اللي احنا نحطها هنا. ما رضيتش اقول كانيلوني، قلت لازانيا رول وخلاص، عشان في ناس هتقول لي طب ما قلتش ليه من اول كانيلوني وخلاص. لا، هي الكانيلوني بيبقى نفس العجينه بالظبط كده، عجينه اللازانيا، بس بتبقى زي المواسير اللي هي حوالي نص بوصه كده ولا ربع بوصه ولا حاجه، وبتبدا ان انت تحشيها الاول، بس طبعا ما بتتسلقش. لكن انا ايه، دي سهله دي بصراحه. وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة. ناخد اللحمة هي. واحنا حطينا في البايركس من تحت شوية كده حلوين. تعالوا بقى نشوف عندي هنا الفراخ عشان نلحق نعملها، واكمل دي في الفاصل. احط عليها صوص ابيض من فوق، وبعد كده الموتزاريلا والجبنه الشيدر. هنا بقى هنا ايه الزيت اللي انا هبدا اعمله فين للفراخ بتاعتنا. ادي الفراخ اهيت بعد ما خدت عندي التتبيله بتاعتنا،
الهريسة عاملة شغل عالي قوي. هديها دقيقتين على الوش ده، دقيقتين على الوش ده، هنبدا نطلعها نفس ناتج التسوية. هبدا ان انا احط ايه؟ هعمل لها الصوص بتاعها. نكمل لكن بعد الفاصل. تعالى نشوف بس هنعمل ايه تاني. خدت بس لون عندي شويه، فاجيب طاسه تانيه عشان الصوص عندي ما يبقاش ايه، ما يبوش معايا بعد ما اديتها كده اللون الحلو ده. فبس عشان الطاسه بس عندي خدت لون على ما دخلت عندي اللازانيا عندي بالطبقات بتاعتها، فهتاخد عندي لون. فاديتها صدمه عندي على الوشين اتنين، وبعد كده هبدا ان انا اطلعها في طبق. تعال نبص على الرز عندي بعد ما ختم عندي وخد اللون الجميل بتاعنا. هوطي عليه خالص لحد ما تكمل تسويته. تمام، ادي الصوص بقى بتاعنا بقى عباره عن ايه؟ عندي زبده، عندي دقيق، وبعد كده عندي كريم الطهي. نركز بقى في الصوص ده عشان هيعجبك جدا. عصير برتقال هنجربه مع الفراخ. جربي الصوص بس وشوف هيبقى عامل ازاي. مستردة، ادي عصير برتقال، وادي كوبايه الايه البيون. تمام، بسم الله. هناخد عندي الفراخ عندي بعد ما خدت الايه الصدمة، لأن لسه رجعها فين؟ في الصوص تاني. أبدأ أحط عندي معلقتين اتنين زبدة حلوين كده. بعد كده هنبدا نحط عندي الدقيق، معلقه صغيره جدا من الدقيق في نفس ناتج التسويه اللي هو اللي طالع من الفراخ نفسه. يا ندى ازيك؟ الو يا شيخ. ايوه يا ندى ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. امريني شيف، انا عايزه بس طريقه عمل المكونات بتاعت صوص البشاميل بس دلوقتي حالا. طيب يلا نقولها دلوقتي عشان اتطلبت مني كذا مره. حاضر، هنقولها دلوقتي. يلا مع السلامه يا ندى. هحط عندي معلقه مستردة، ادي المستردة، احطها كده في الاول مع الصوص. عيني على الريحه بتاعتها بقى تبقى عامله ازاي. بعد كده عندي ادي الكريمه، بعد كده عصير برتقال، جربي ومش هتندمي. شوية شوربة صغيرين، وقلب بمضرب السلك كل الكلام ده، واسيبها على النار لحد ما تتقل معايا. وبعد كده نبدأ نديها شوية الملح. سنة فلفل بسيطة،
ونقلب كل ده مع بعض. صوص البشاميل عباره عن ايه بقى يا ست ندى؟ عادي ثلاث معالق من الزبده بتحطيهم عندي على النار وتبداي اللي انت تحوريهم كويس قوي في الحله، وبعد كده بتحط عندك ثلاث معالق من الدقيق، بتجيبي لتر لبن بتدفيه عندك على النار، بعد كده بتاخدي اللبن بتحطيه عندك على الزبده والدقيق، بعد كده ما يتقل معاكي والدقيق يستوي كويس بتحطي نص مكعب مرق، وبعد اللتر اللبن ما تضيفيه بمضرب سلك وتقلبي كويس جدا، مضرب سلك يبقى معاكي زي ده وتبقي مقلباه على طول، بتبداي اللي انت تحطي ايه على طول عندك معلقتين اتنين من الجبنه الكريمي، شويه ملح وفلفل ابيض، هيطلع معاكي زي الفل. بص يا باشا الصوص بقى عامل ازاي، وهو بيغلي عندي على النار هقوم موطي عليه النار. الصوص ده للمتعه، وتبداي تسقطي فيه الايه الصدور الفراخ بتاعتك. مين يا اسرهون؟ يا ملك ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا ملك، تسلمي. انا بحب حضرتك قوي. الله يخليك يا رب، تسلمي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي طبعا. عايزه اعرف طريقه السوشي. السوشي؟ ده انت عايزها حلقتين اتنين عشان اقدر اقول لك على السوشي، لانه حاجات كتير جدا لكن هو له اساسيات. فخلينا نعمله لك حلقه ان شاء الله قريب جدا. وعشان اكون تستفيدوا اكتر من الحلقه، انا هستضيف حد صديق ليا بروفيشنال طبعا في الموضوع ده، وهو اصلا شغال في محلات السوشي بقاله كتير جدا، فان شاء الله نستضيفه ونعمل لكم مرايه كبيره قوي عن السوشي، هقول لك ازاي تقطيعاتها وكل حاجه، وخدوا فكره عنها ازاي بتقدر اللي انت تعمليها، لكن بلاش اعملها انا، خلينا نجيب حد كده حلو بقاله فترة كبيرة في المهنة ما شاء الله عليه، اللي انا اعرفه صديق المحترم طبعا الشيف محمد، هجيبه ان شاء الله يبدا اللي هو يوريك ازاي السوشي ده بيتعمل قريب جدا يا حبيبتي. شكرا ليك. تعال ندوق الصوص ونشوفه، ولا محتاج اي حاجة والله بجد يا جماعة، الصوص تحفة. الصوص البرتقال عامل فيه شغل حلو، المشكلة هنا بقى لو انت عليتي عليه النار هيتحرق منك الصوص، فلازم تهدي النار على درجة حرارة 2، يعني أوطى حاجة خالص في البوتاجاز عندك، تبدأ أنت تهدي النار عليه عشان الصدور تستوي وفي نفس الوقت الصوص يأثر معاك. يا حاجة صفية. أيوة، ازيك يا باشا؟ ازيك يا حاجة صفية؟ يعني كده برضو يا باشا، يعني أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر يا حاجة صفية أزعلك؟ لا لا، أنت زعلتيني خالص، خصوصا لما عملت السويسرول بالبيض الكتير ده. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يعني وانا مش قايله لك من يومين اتنين بالظبط، انا مش بحب البيض يا باشا. طب قولي لي، طيب ما هو الحاجه ديت ما هو لازم بيض لها، اما نطلعها ازاي؟ يعني مفيش بديل خالص. يعني هتعمليها بزيت هيبقى تقيل عليكي والله. يعني عملتها بزيت هيبقى اتقل من البيض. انا عدو اللدود هو البيض. هو البيض، خلاص نعمل. اقول لك على المقادير اللي هي بالزيت وجربيها صيامي هي، يعني اقول لك على مقادير الصيامي بتاعت السويس رول وجربيها وان شاء الله تشتغل معاك هتبقى زي الفل. وعلى فكره انا بعت لك كام رساله اسامي الموضوع دوت وبرضه طيب. ولا حتى رديت على حاضر. السنة واحده. حاضر والله، من عينيا الاثنين والله، بيبقى غصب عني. يعني انت لو شوفي كميه يعني الرسائل اللي بتجيلي على الاسئله والله مش اكتر، يعني الحمد لله رب العالمين فضل من الله ونعمه، مش اقل من 1000 رساله بتيجي على الاسئله، فوالله طبعًا. غصب عني اللي ساعات في رسائل ما بقدرش ارد عليها. اللي حضرتك فيه ده بفضل من طبعا ربنا وفضل من دعاء الوالدين وفضلكم انتوا والله، ربنا يكرمكم يا رب. انا واحده من الناس اللي سبت كل قنوات الطبخ. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ست الكل والله من ذوقك. حاضر، هقول لك على سويس رول كده تعمليه بالزيت وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. تعالوا نبص على اللازانيا بعد ما لفيناها واديناها الجبنه الشيدر معانا والجبنه الموتزاريلا، بدات تاخد اللون الذهب اهي، هنشيل دي وتبدا تاخد اللون الذهبي بتاعنا، ونبدا ايه نحطها تاني في الفرن. طيب نعيد تاني الصدور احنا عملناها ازاي عشان الناس اللي لسه فاتحه، واحده واحده خالص على الصوص احنا مش مستعجلين عليه. اول حاجه جبنا الصدور الفراخ تبيناها بملح وفلفل وميه بصل وهريسه، بعد كده خدناها وقعدناها في التلاجة لمدة، أو عصير ليمونة طبعا أساسي وشوية زيت، قعدناها في التلاجة لمدة ساعتين اتنين، طاسة سخنة على النار بدأنا ندي صدمة دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده للفراخ، شلنا الفراخ وحطيناها في طبق في نفس ناتج التسوية،
في الطاسه حطينا معلقتين اتنين زبده كبار، معلقه دقيق صغيره جدا، معلقه مستردة كبيره، وبدانا نقلب الخليط ده كله مع بعضه. بعد كده نزلنا عندي بالكريمه، نزلنا عندي بالشوربه، نزلنا عندي بعصير البرتقال الاكثر من روعه. مش هتحس بطعمه قد ما تحس بالانسجام كله مع الصوص، فهو ده الفكره بتاعه الصوص نفسه اللي هو صوص المستردة. في ناس بتحط معلقه عسل ابيض، ما بنقدرش نحط معلقه عسل ابيض، حطينا شويه ملح وزي الفل كده. هنبدا بقى نحط عندي صدور الفراخ تاني وننزلها، وحسب تتحكمي في التقل بتاع الصوص، يعني تاخدي شويه شوربه كده جنبك سخنين، ولو لقيت الصوص عندك تقيل بتبداي ان انت تخففيه معاكي. نجيب عندي فورمه كده وطبق عشان نقدم مع بعض. والرز بتاعنا بدأنا نحط الزيت، ادي الرز بتاعي مفلفل اهوت، حطينا شوية زيت، بص عامل ازاي؟ شوية زيت صغيرين، حطينا الرز البسمتي. طب ايه يا عم ده الرز كان اصفر، ايه اللي بياضه كده؟ معلقتين الخل، تاني حاجة هيديكي طعم حلو. المعلقتين الرز تاكليهم مع شوية الصوص دول هيديكي طعم مختلف تماما وهيعجبوكي جدا. فبعد ما حطيت الرز وحمرته كويس اديه شوية ملح، حطينا المية السخنة منتهى السهولة، وبعد كده حطينا شوية الخل الصغيرين. سبته لحد ما غلي، وبعد كده ختمته عندي على النار. هناخد فاصل يا جمل. ماشي، هناخد فاصل، وبعد الفاصل نبدا نكمل مع بعض عندي سلطة الحلومي ان شاء الله نعملها بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، وادي الجبنه الحلومي بنبدا نجيبها، وابدا ان انا اقطعها. هعمل منها صنف حلو قوي، دي على الفطار تحفه. احنا نزلنا المعلومات يا روان. هجيب عندي بعد كده الزبده، هحط عندي حتتين زبده، تمام، عندي على النار. وهبدا ان انا احمر فيها الجبنه بتاعتنا. بقول لك ده على الفطار تحفه. هبدا انزلها كده احمرها. المقادير قدام حضراتكم، هقدمها بقى مع حاجات كتير قوي. هنقدمها مع جبنه شيري، هنقدمها مع الزيتون، هنقدمها مع جرجير، هنقدمها نعملها مع صوص ريحان. هنعمل لها صوص ريحان دلوقتي واوريها لك عامله ازاي. تاخد الوش الاحمر، وبعد كده نبدا نقلب على الوش الثاني، ونبدا نعمل لها الصوص الريحان بتاعنا. طيب الصوص الريحان ازاي نعمله؟ بجيب عندي الخلاط على ما تحمر لي معايا، هجيب عندي ريحان وابدا ان انا اضيفه هنا في الخلاط. جبنه رومي او جبنه برمجان، شويه عين جمل، السلطه دي لاصحاب المزاج العالي قوي، عين جمل مفروم، فصين اتنين توم مفرومين. وبعد كده بروح عندي جايب زيت الزيتون، وببدا ان انا ايه، بص اللون هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. مين يا فندم؟ يا ملك. الو. ايوه. ايوه يا ملك، ازاي؟ الحمد لله. كنت عايز اشتري في الشوكولاته.
شوكولاته؟ ايه الشوكولاته دي؟ كنت عايزه كيكه بالشوكولاته. طيب حاضر يا ملا من عينيا. شويه زيت زيتون ضفناهم عليها. وبعد كده نبدا ان انا افرم الخليط ده كله مع بعضه. ناقص الملح، ريحته تحفه. يعني الجبنه الرومي مع العين الجمل مع الريحان، هدي له شويه ملح كمان، بس خلي بالك عشان انت حاطه جبنه رومي قديمه فما كترتش عند الملح. وكده كده الحلوم بتبقى اصلا من الجبن بتبقى فيها ملحها زياده. تمام. اعتقد كده بقت تمام. هجيب عندي الجرجير واغسله وابدا ان انا لو عندي منشف خضروات وابدا ان انا افرش عندي الجرجير هنا على الطبق. اخد عندي الجبنه الحلومي بعد ما اتحمرت معايا. عيني على جمالها. يلا هننزل كده معلومه كده عن الجبنه الحلومي وايه بلدها وايه منشأها ونرجع لكم تاني. ادي خدنا اهوت الجبنه، نبدا نحطها اهيت بعد ما اتحمصت. نقدم جنبها طماطم شيري، زيتون، جرجير، عيش باجيت يا عيني على جماله لو موجود. وبعد كده نبدا نحط عين الجمل دي عليها من هنا. بعد كده اخد عندي الصوص بتاعنا الريحان ده ونبدا نضيفه هنا عليها من فوق. بعد كده هجيب سوسيره صغيره كده احط فيها شويه دريسنج هنا. ايه رايك؟ بص طبق السلطه يفتح النفس، حلو قوي، عجبني قوي طبق السلطه ده. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا جدا، خصوصا الخضروات اللي فيه، الجبنه، الصوص الريحان اللي احنا عملناه. تعالوا نقدم مع بعض. كله استوى هنا وزي الفل. بسم الله. هجيب عندي الغرف بتاعنا دي، هقدم الفراخ بصوص المستردة بتاعتنا. خلاص الرز عندي استوى. بحب ابقى مركز قوي في الغرف، مش عارف اكتر من التصنيع نفسه. يعني التصنيع سهل اهوت، بننزل مقادير وبنقول لكم على كل حاجه، لكن التقديم نفسه بتاع الاطباق لازم الواحد يبقى مركز فيه قوي عشان الشكل الطبق يطلع حلو. ادي الرز اهوت بتاعنا. وبعد كده ابدا ان انا اخد عندي، هجيب دي كده شويه الصوص لو تقل معاكي زي ما اتفقنا ايه تظبطيه بشويه من الشوربه. تمام. جيب معلقه اساسي في الصوص الزبده، يعني هو اكتر حاجه بتخليني اعمل معايا هي الزبده، عشان في ناس تقول ممكن اشتغل بزيت، لا بالزيت مش هيبقى مظبوط زي دي. فهي خلي بالك من موضوع
اللي انت لا تشتغلي افضل بالزبده في الصوصات بالذات هتطلع معاكي زي الفل. هجيب جارنيش زي ده وابدا ازين بيه الاطباق، تبقى عندي كده الشكل النهائي للاطباق بتاعتنا. ويا رب الحلقه تنول اعجابكم. والصوص الزياده هجيبه برضو هنضيفه هنا، صوصيره كده صغيره هجيبها هنا دلوقتي. ولو حد عايز صوص زياده ياكله بالهنا والشفا. نبدا ننزل يلا مقاديرنا وننزل بالحاجه بتاعتنا كده. الحلقه بتاعتنا خلصت اهي. عملنا لكم سلطه الجبنه الحلومي، عملنا لكم لازانيا الرول، عملنا لكم الفراخ بصوص المستردة. ان شاء الله تجربوها هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في برنامجكم المطعم 11:30 الواحده. سلام عليكم.